السلام عليكم. اليوم سنتكلم عن الإعجاز العلمي للقرآن في سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى هو الولي يخرج المؤمنون من الظلمات إلى النور وهو الذي ينصرهم. فالذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت مثلهم مثل العنكبوت، حد أخذ غير الله ولي فمثله كمثل العنكبوت. بيت العنكبوت في عالم ألماني أسلم على حرف واحد في القرآن وهو تاء التأنيث. العنكبوت اتخذت بيتا مش اتخذ، إذا اللي بيفعل بيت العنكبوت هي المرأة وليس الأنثى وليس الذكر. حتى في بعض الأحيان إن كان في بعض أنواع مش كل العنكبوت بيساعدون في عمل البيت ولكنهم لا يعملون البيت الذكور، فإذا بيعمل بيت العنكبوت الأنثى وليس الذكر، فهنا يوجد تاء التأنيث. فاللغة العربية مثل اللغة الفرنسية بنزود حرف زيادة عشان نحدد إذا كانت ذكر أو أنثى. إذا اتخذت بيتا، دي رقم واحد. رقم اثنين، إن بيت العنكبوت كيف بيت وهن؟ نحن نفعل يفعلون الآن جنيهات ضد الرصاص من خيوط العنكبوت لأنها خيوط قوية، ولكن لماذا وهن؟ لكن نحن نتخذ بيتنا حتى نحتمي من الحرارة، من الشمس، من البرودة، من الأعداء وخلافه. أما بيت العنكبوت بيت مكشوف، أي حد ممكن عموما يشوف إيه اللي بيحصل بيت العنكبوت البيت مكشوف، أدي واحد. رقم اثنين، إن بيت العنكبوت العنكبوت حشرة ذكية جدا. عندما تفعل بيت العنكبوت أول حاجة تفعل طبقة وهي طبقة رفيعة وهذه طبقة لازجة حتى يدخل الحشرات بالداخل، وعندما يدخلون الحشرات بالداخل فهم يلزقوا بالداخل ولا يتحركون، ثم تأتي وتعمل طبقة أخرى غير لازجة حتى بعد أن يموتوا، وكي تدخل هي بالداخل ولا يتم عملية أن هي تلزق بالداخل وبعد ذلك تأكلهم. إذا ده أول شيء. ثاني شيء، إن العنكبوت عندما تدخل بالداخل فهي تأكل الحشرات، إذا بالداخل فهو عبارة عن بيت مجزرة كله دماء وصيد وخلافه. وأيضا العنكبوت ذكر العنكبوت عندما يمارس الجنس مع المرأة إن لم يفر بجده في خلال ربع ساعة بعد ممارسة الجنس فإنها تقتله بالداخل. إذا العنكبوت لأنها حجمها أكبر منه، إذا العنكبوت في جوه دماء وقتل وخلافه. وأيضا حتى أطفال العنكبوت عندما يولدون بالداخل والبقاء الأصلح ويقتلون بعضهم وخلافه ويبقى منهم ما بقى ويقتلون بعضهم البعض. إذا هناك دماء ومشاكل في بيوت العنكبوت، فمن الذي يريد أن يأخذ بيتا مثل بيت العنكبوت كله مشاكل وخلافه؟ لا أحد يريد أن يأخذ بيتا مثل هذا البيت. فالذين اتخذوا من دون الله أولياء مثلهم كمثل العنكبوت. هذا البيت كله دماء وكله مشاكل ولا أحد يريد أن يأخذ بيتا مثل هذا البيت، فالذين اتخذوا من دون الله أولياء مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وأيضا العنكبوت والله أعلم، العنكبوت مثل الشبكة العنكبوتية في الإنترنت، فإنها تخترق من جميع، حتى إذا حصلناها بأنتي فيروس إنها فيها اختراقات، وحتى المراكز الحكومية يخترقونها في أماكن عدة في دول العالم. وهذه أيضا ليس ببيوت في الإنترنت بيوت قوية اللي هي شبكة العنكبوت، فأيضا فهي وهن. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذا الله سبحانه وتعالى من علم ذلك فهو أصبح من العالمون. سورة العنكبوت أيضا ذكرت بالمفرد
العنكبوت وليس بالجمع، لان العنكبوت حشره غير اجتماعيه وتعيش بمفردها بعكس صوره النمل، لان النمل يعيش في جماعات الوف مؤلفه. وقال الله سبحانه وتعالى خلق الله السماوات والارض بالحق. اذا من هو الخالق؟ الخالق هو الله الذي خلق السماوات والارض والذي خلق العنكبوت ويعلم كل شيء عن العنكبوت. إذن الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أعتقد أن هؤلاء الأولياء سامة، فهؤلاء خاطئون، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العنكبوت والذي يعلم كل شيء عن العنكبوت، والله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين وهو الواحد الأحد، الله سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم.